هذه وحده كتشكي لماماها من راجلها. قالت ليها ماما راجلي كرهني في حياتي، في ما كنطيب شي حاجه كيعطيها للكلب. قالت لها ماماها يا لطيف ولكن بنتي ما فيها بس، راه ما كيعطيها غير خوه بحال بحال، وكيبقى مسكين داك الكلب. هذا سيدي واحد خينا كان غادي هو يلقى واحد الفتاه باغيه تنتحر وبغى يحبسها. قال لها شنو كديري؟ قالت له بعد مني وخليني ننتحر. قال له شنو هو السبب اللي خلاك تنتحر ولاش غادي تنتحري؟ قالت له حيت انا مكلخه. قال له باش عرفتي راسك مكلخه؟ انا غنسولك وانت غادي تجاوبيني وغتعرفي راسك ما مكلخاش. قال لها شنو هي الحاجه؟ كيف سميتها؟ كيف لونها؟ قالت له هي القطه. قال لي هلا هي البيضه. واخا انا نزيد نكمل معاك، شنو هما جوج حوايج؟ كيف سميتهم؟ كيف لونهم؟ قالت له هي القطه. قال لي هلا وهي جوج بيضات. واخا انا غنزيد نكمل معاك وانت غتجاوبيني. قال ليها شنو هي الحاجه اللي كدير مياو مياو مياو؟ قالت له هي ثلاثه البيضات. قال له والله العظيم الا غير سمحي لي ضيعت لك وقتك وعطلتك هادشي كله، غير كملي على داكشي اللي كنتي غديري وهذا هو الحل اللي غينفعك.